أنا محمد عبد الغني، رئيس قسم أمراض القلب كلية الطب جامعة القاهرة. عايز أوجه رسالة إلى السادة المواطنين. مهم جدا نهتم بآلام الصدر. لو أنا بعمل مجهود ولقيت بيجيلي ألم في منتصف الصدر، الألم ده ساعات يكون بيسمع في الدراع أو ما بيسمعش، بس مش متعود عليه، ما حسيتش بيه قبل كده، بيجيلي مع المجهود. والغريب إن لما أقف استريح الوجع بيضيع. دي حاجة مهمة، يجب إن أنا أتوجه إلى طبيب القلب وأقول له طمني، عايز أعرف إيه اللي عندي. هو حاجة بسيطة ممكن تعدي على أي حد فينا، لكن ممكن تكون مقدمة لذبحة قلبية أو جلطة في القلب. مش عايزين نستنى لما نعيا، مش عايزين نستنى لما يجيلنا قصور في شرايين القلب، عايزين من البداية خالص ناخد بالنا من الأعراض البسيطة ونتوجه إلى الطبيب. ساعتها الطبيب هيعرف يعمل إيه ويطمني أو يعالجني أو يطلعني إن أنا ما عنديش حاجة خالص. مهم جدا آلام الصدر. مش معناه إن كل واحد يجيله غزة أو ألم في الصدر يقول أنا عندي القلب، أبدا. اللي أنا بتكلم عليه حاجة محددة، ألم في منتصف الصدر بيجي مع المجهود مش متعود عليه، بيجي مع طلوع السلم، ما كانش بيجيلي قبل كده، ولما بقعد استريح الوجع بيضيع. دي حاجة مهمة تستدعي إنك أنت تطمن. شكرا جزيلا.